بسم الله، كيف تسر دين؟ السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات أسمر. اليوم جبت لكم كيف تسر دين على أصولها. تبعوا الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا التوابل واش درت لها تجيب بزاف بنينة وهايلة. قبل ما نروحوا لوصفتنا تاعنا اليوم، راح ندير اهداء ثلاثه اللي علقوا في الفيديو السابق، ثلاثه الاوائل، قاسم محمد وكاتي دروكبا وزين ماد. نقول لكم اليوم عندكم بقاله، نقول لكم عقدوا ونويو وبقالتكم تقول: انت الليل وانا قمر نضويك، انت البحر وانا موجه نقويك، انت الربيع وانا ورده نبهيك، وحلفت يمين غير انا اللي نديك. هذا هو فايكم اليوم. اما لا تدوا بعضكم غير ما كان، ما تخافوش، ديروا العرس برك وعرضونا نجوا لعرسكم ان شاء الله. ان شاء الله يكون فيكم زين ونهاركم زين، نهاركم زين لكل متتبعي الاوفياء في قناتي وصفات اسمر. ان شاء الله تكونوا ملاح وهايلين وديما مشخشخين. مندوباتي اخوات سيداتي المتتبعي الاوفياء، اليوم جبت لكم كفته سردين كما يحب الخاطر. الشيء الاول نديرو نستعملو السردين تاعنا اللي راكم تشوفوهم هنايا. جبت كيلو تاع السردين. السردين كما نعرفوه راهو نهارات يكون طالع بزاف يكون غالي، ونهارات يكون متوسط، يعني ماشي غالي بزاف وماشي رخيص بزاف. والله واحد النهار جابوا مول السردين، جابوا العشيه، جيت المغرب بالك ترمو الصباح يبيعوه غالي، يقول لك 50000 حتى 60000، من 50 حتى 60. ومن بعد ما كي ما تبيع لهمش يحصلوا به العشيه ويوليو يكيدوا فيه. والله هذا النهار حتى انه من مدو باطل، توصل وصل يبيع فيه 15000، كيما لقاش كل يشري عليه حتى ب 15000 العشيه. كيما نعرفوا العشيه السردين سبب مبقى حتى سردين، ايا مدو باطل، والسعر تاعو يتواصل حتى بين 25000 كي زعما هبط هبط، يولي 25000، 30، 35، 40، يوصل قدرهم حتى 60000 ساعات. تقول لك تشري في اللحم، بصح انا بلا فيه فيتامينات وفيه السمك رانا توحشناه، ولكن السعر تاعو ماشي هذاك هو السعر، يعني غلاولو بزاف بزاف، حتى انه زواني مسكين ما يقدرش من باي يشري هذا السردين. ان شاء الله يحنوا قلوبهم ويعاودوا كما قلت الله يديهم. خلاص هذا ما كانش نقولوا. حطيت حبه بصل تكون متوسطه مفرومه، زيت حب زيت ربع حبات بصل، ربع حبات وربع ربع سنات نتاع الثوم، يكونوا الثوم تاعنا كيف كيف نفرموه. حشيش الشوربه ناكدوا بزاف على حشيش الشوربه، يعني حشيشه المقطفه في السردين يعطي بنه بزاف شابه. حطيت المغرف تاع زيت الزيتون، وراح نحط كيف كيف هنايا قصبر مرحي، اكدوا بزاف على هذه الكبده تاع السردين بالقصبر المرحي. نهار جيتو تخدموا السردين اكدوا لي تحطوا فيه القصبر المرحي والقصبر هذا خضر يعني فريش، ورجعوا لي بخبر. حطيت فيها كيف كيف، حطيت معها هنايا شويه راس الحانوت، راس الحانوت اللي كنت خادمه هنايا في الدار، ريحته بزاف شابه وبنين. نقدر نحط لكم وصفه في صندوق الوصف، وحطيت فيه الكمون. كما نعرفوا ان السردين يحب الكمون، وتديروا الكمون هذاك اللي يجي مفحفح يجي ريحته شابه. كاين كمون يبيعوه مدغول، كي تجيو تشري الكمون فوتوا شموا ريحته، واذا تقدروا تشروه شرو حب حمصوه في ديالكم وطحنوا غير بشويه وخدموا به، يعطيكم واحد الذوق بزاف شباب، وتعرفوا واش من كمون استعملتوا. راح ندير هنايا الفلفل الكحل. الفلفل الكحل ما تكثرش بزاف، ولا ما عندكمش توابل بزاف كما هذا اللي نقول لكم عليه، تقدروا تستعملوا كمون فلفل الكحل والملح برك. بصح لازمكم ديروا القصبر الاخضر، يعطيكم بزاف هذه الوصفه، يعطيكم بزاف كو شباب. انا حبيت نستعمل زيت الزيتون باش تكون اكلتنا صحيه، يعني ما حبيتش نكثر فيها زيت الصانغو كما نقولوا بدون زيت العاديه. جبت الليغو تاعي وراني نخدم هذا السردين تاعي. انا ما حبيتش هنايا السردين هذا نخدمه في الاشوار، يعني مرحي باش ما يجينيش مطلوق بزاف، خدمته غير بيدي باش يجيني متماسك، باش من بعد ما نزيد له لا بيض، ما نزيد له لا كما نقولوا حنايا لا شابلو الخبز المرحي ولا اي حاجه اخرى، يعني هكذا عادي جدا جدا نخدمه غير بيدنا، نعبزوه يعني نهرسوه. ولا كما راكم تشوفوا يجي هو شويه فيه حبات خشن، لكن هذاك هو القوام تاعو، يعني اللي هكذا حابين يكون. واش راح نزيد ندير، راح نجيب صحن يكون بلاطو تاعنا ولا كما هكذا كما راكم تشوفوا، نحطوا فيها شويه ولا سنيوه، نحطوا فيها شويه مغرف تاع زيت الزيتون ولا شويه تاع زيت الزيتون، باش كي نخدموا هذاك السرد تاعنا ما يتلصقناش في هذيك الصينيه تاعنا، ندهنوها كامل بزيت الزيتون. المهم انا ما نوسخت الرام ما يعني باش نوري لكم برك.
ونحكموا كمية من هذاك السردين نتاعنا ونشكلوا على شكل كوريات، كوريات ما يكونوا كبار بزاف ما يكونوا صغار بزاف، يعني كل إنسان لكل شخص واحد في داركم تمدلوا في هذا في هذه الوصفة تمدلوا ثلاثة نتاع الكوريات، ثلاث كوريات يعني لكل واحد يكفيوا هذوك وما يشبعوه. خاوتي خياتي ما تنساوش تعبطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يجيكم كل جديد من وصفات اسمر. ان شاء الله تدعمونا بالبارتاج والاعجاب دائما. ان شاء الله الثلاثه اللي علقوا الاولين راح ندير لهم كيف بقاله المره الجايه ان شاء الله تكون شابه، وينووا على خاطرهم وعلى قلوبهم كما يقولوا طيح لهم سوا سوا. هذو هما اللي بولات ندوعي راح نحطهم في الثلاجه، تقدروا تخلوهم وقت تجي تطيبوا تجبدوا بالحبات وتطيبوهم، يعني كاين افراد العائله ما يتلموش كامل في مره واحده، الوقت اللي يجي يجبد زوج حبات ولا ثلاث حبات نتاعو تاع هذه الكريات وبدا يطيب فيهم. راح نقول لكم طريقه الطهي نتاعنا في هاد الكبسه تاعنا تاع السردين. نجيبوا المقله تاعنا تكون ثقيله شويه ولا تجيبوا طاجين، ديك اللي عنده شويه تاع الشوا تاع اللي يحب يروح البحر ويديروا مجمر يعني مشوى يدوها يحطوا في الشوايه ويشوا هذه الكفته بزاف بنينه وهايله، ننصحكم انكم تجربوها. المهم في المقله تاعنا ولا في الطاجين تاعكم ولا اي حاجه راح تطيبوا فيها نديروا لها شويه تاع زيت الزيتون باش ما يلصقش في هذاك الكفته تاعنا، باش ما تلصقش في المقله تاعنا، ومن الاحسن انكم يعني تعبزوهم شويه ولا انا لصقت لي شوفوا الحبه الاولى دائما تخرج بشكل هندسي غريب جدا، لو كان ديروا اشكال هندسيه ما تخرجكمش كما تخرج الحبه الاولى في اي حاجه، الحبه الاولى دائما تخرج بشكل هندسي ما نحكي لكم شو. المهم دهنوا المغرف تاعكم بشويه تاع الزيت وحطوا هذيك الكريات تاعكم حبه تلو الاخرى في المقله تاعكم ولا الطاجين وبداو شووا فيهم، وبعد عبزوهم غير شويه باش يهبطوا يعني تبلاطاو شويه شغل شغل ندير لكم الستاك اشي، الستاك اشي كيف كيف هكذايا. ولا عندكم اي مول تخدموا به هذاك باش يخرجوا على شكل تاع المول، مول تاع قلب ولا مول تاع دائري باش يخرجوا اسوا سوا، ولا تحبوا شكل عشوائي كما هذا ديروه برك، تاخذوا تخدموهم هذا الكفته السردين تخدموها حتى في الهمبرغ تاعكم ولا في لي ساندويتش تمدوها في لي ساندويتش تدوها معاكم من البحر كيف كيف، ولا تمدوهم لوليداتكم لوليداتكم ياكلوهم. هذا كما راكم تشوفوا راهم يبشبشوا ويطيبوا على اصولهم، واحد الريحه تخرج منهم ما شاء الله. راح نقلب بالحبه يعني ما تقلبوهاش حتى وين تحمر مليح حتى تحسوا بانها بها انها طابت من تحت ولا تحمر، قلبوها باش ما تفتتلكمش وما تتكسرلكمش كامل هذوك الحبات تاع السردين نتاعكم. روح حبات الاخرى راه واحد الريحه تخرج منها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نتمنى برك انكم تجربوا هذه الوصفه تاع السردين، تغتنموا الفرصه تاع السردين وتخدموا هذه الكفته، يعني صراحه بنينه بنينه بزاف بزاف. وحبيت ما نعرف شكون اللي قال لي في واحد الخطره في فيسبوك خلق ورينا طريقه التزيين تاعك كيفاش تزين هذا الاكل تاعك كي تقدموه باش نتعلموا عليك شويه. هنا واش درت في الصحن تاعي، حطيت شويه نتاع قصبر، قصبر يعني خضر، حشيشة شربة، سلطة ما كاش باش نقول لكم سلطة شريت ما شريتش، على خاطر سلطة راهي دير 25 في الكيلو، راهي غالية 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 ما تتصوروش الشحال راهي غالية. معلش الا ما كناش سلطة مش راح نموتو، ما نديرش سلطة ما كلها لي ناكل بصل اوتوماتيش يعني فيه فايدة اكثر واكثر. هجبت هنا بطة مقطعة الى قطع مربعات، هذا راهي مقرمشة البطاطا تاعي. شوف واش درت هنا مع الاول، قليتها يعني النص ديالها كانت ولات صفرة شويه، نحيتها من الزيت تاعها، ومن بعد وقت اللي طابت لي الكفته تاعي سخنت الزيت مليح، عاودت رجعت البطاطا باش تتحمر. تحمرت البطاطا وتجي خفيفه وتجي لداخل مقرمشه تجي ما شاء الله. هنا جبت ورده تاع الطماطم، هنا كنت فيديو قبل سابق كنت خدمت لكم كيفاش تشوفوا تخدموا الورده تاع الطماطم في الساندويتش تاع الطاكوس. ورده تاع الطماطم، وجبت حبه تاع الزيتون يعني كي نديروا سلطه تاع طماطم احنا درتها مزينه بورده ومعها شويه طماطم، شغل هذيك هي السلطه تاعي. وحبيبه تاع الزيتون والبصل، البصل انت يعطي بنه بزاف شابه مع السردين، وما تنساوش كذلك هذيك الطروشه تاع القارص، القارص كيف كيف يزيدوا مع السردين واو واو واو. تقدروا تديروا قطره زيت الزيتون على هذاك الورده تاعكم تاع الطماطم،
وتاكلوها بالصحة والراحة، وان شاء الله نكونوا شاهيناكم في الجنة. وما تنساوش تعطوا اس الفيديو وتفعيل زر الجرس، وما تنسوناش بالبارتاج والاعجاب، وربي يرحم لكم والديكم ان كانوا احياء ولا اموات، ان شاء الله ربي يخليهم لكم، واذا كانوا ميتين ربي يرحمهم ان شاء الله، وان شاء الله يرحم موتانا وموت المسلمين، وان شاء الله ربي يفرج علينا ويوسع علينا. تهلاو في روحتكم، ما تنسوناش بالدعاء بالدعاء بالدعاء، وتهلاو في روحتكم. سلام.